ده الحصر اللي هو ما استلموش تعويض، استحق تعويض ولم يتسلموا تعويض. كويس. بعد كده صدر قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنه اللي وضعت بقى الاليات التنفيذيه لصرف التعويضات. اللجنه دي في سنه 2019 وفي سنه 2021 فتحت باب تلقي طلبات تحديد الرغبه. القواعد والاليات اللي عملتها اللجنه حبت ان يبقى الـ يعني التعويض من جنس الضرر. فجينا انت عارف سيادتك في تعليق خزان اسوان وبنائه في ناس تضررت، الناس دي طلعت بنت مساكنها على اراضي مملوكه للدوله او اراضي طرح النهر. الاراضي المملوكه للدوله انا بملكه الارض. الاراضي طرح النهر هي لا يجوز قانونا تملكها، فانا بديله بيها شهاده حق انتفاع وبيفضل في بيته زي ما هو ما بيخرجش من بيته. نعم. تمام سيادتك؟ كويس. اما بالنسبه لمن تضرر من بناء السد العالي. ده حاجه من الاثنين، يا فقط ارض زراعيه يا فقط مسكن. بيوت. اللي فقط ارض زراعيه انا بديله دول كام واحد؟ دول كام؟ هو اجمالي لا انا هقول لسيادتك انا اللي فقط مسكن او فقط ارض زراعيه هو اللي بيختار التعويض بتاعه. انا في اخر مره دي اللي عايزين ارض زراعيه او اللي طالبين تعويض عيني بتملك الاول الاراضي اللي مقام عليها مسكنهم دول 84. اللي عايزين ارض زراعيه دول 107. اللي طالبين مبالغ نقديه دول 268. ده دي في المرحله الاخيره. انا هقول لسيادتك الاعداد. ايوه اتفضل. انا الحصر 11500. ايوه اتفضل. اللي فعلا تقدموا في المرحلتين 7136. اللي احنا عوضناهم فعلي دول حوالي ما يقارب ال 5000 لغايه دلوقتي. ايوه عوضناهم سواء هل فلوس او ولا اراضي ولا مساكن ولا كل دول بناء على رغبتهم. هو اللي بيحدد رغبته ايه. كويس. انا عندي اللي تضرر من بناء السد العالي ده لو تضرر في مسكن ده ليه خيارين. يا اما ياخد شقه اللي بنتها وزاره الاسكان في 13 متاحه في 13 محافظه. هو اللي بيختاره بيختار المحافظه كمان. كويس. يا اما بياخد تعويض نقدي بديلا عن المسكن 225000 جنيه. اما لو فقط ارض زراعيه فبياخد ارض في منطقتين في خور كندي او في وادي الامل، ودي اراضي على فكره صالحه للزراعه. كويس. وفيها الابار بتاعتها. والابار تعمل بالطاقه الشمسيه وشغاله، واللي لو حضرتك شفت الفيديو او عرضت الفيديو بنعرف هتلاقي الكلام ده فندم من ارض الواقع. الصور اللي جايه دي ناس استلمت تعويضاتها فعليا. نعم. طيب سياده الوزير بنتكلم على مساحه ارض قد ايه اللي خدوها؟ يعني خدوا كام فدان ولا كام مساحات اراضي اتاخدت؟ انا هقول لسيادتك اللي هو بياخد نفس المساحه اللي فقدها. اللي فقدها. نفس المساحه اللي فقدها. كويس. وفي حاجه كمان انا لو هو يمتلك اقل من فدان انا بجبره واديله فدان. بديله فدان. ده لو بيمتلك اقل من فدان. لكن لو بيمتلك 10 فدادين ونص بياخد 10 فدادين. بياخدهم. بالظبط. لكن مفيش اي مساحه اقل من فدان. لا خالص. كويس. اقل مساحه فدان. كويس قوي. لو هو يمتلك ايراد انا بديله فدان. كويس قوي. طيب انا بديله الارض يعني بتبقى صالحه للزراعه. بتبقى صالحه للزراعه وبالابار، والابار شغاله و يعني اللي حضرتك شفته ده من ارض الواقع، ده متصور في ارض الواقع. كويس. طيب سياده الوزير لو انا بتكلم على مبالغ الفلوس قد ايه اللي اتدفعت النقد، الفلوس النقديه. الفلوس النقديه بتبقى 25000 جنيه لو مش هياخد فدان. يعني لو هياخد بديل للفدان 25000 جنيه.